اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى الجنة والرضوان، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النيران. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك الحمد أنت الرضا، ولك الحمد حتى الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا للقرآن الكريم، واستماعنا لكتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار أجمعين، إنك غفور رحيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان،
اللهم انصر المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الخليج، اللهم انصر إخواننا في باكستان وفي الهند وفي بنغلاديش، اللهم في بورما، اللهم في روهينجا، اللهم في الصومال وفي السودان، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في أوروبا وأمريكا وأفريقيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأقليات، اللهم انصرهم في روسيا وفي أستراليا، اللهم انصرهم في كل مكان، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرضين، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف علماء المسلمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا يا شافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا سما ولا ألما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم سكنهم في الجنة، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا
إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم سهل لنا أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا عسيرًا إلا يسرته ولا ولدًا إلا أصلحته ولا مريضًا إلا شفيته ولا دينًا إلا قضيته ولا مبتلًا إلا رحمته ولا ضالًا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته يا ذا الجلال والإكرام ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا ختمتنا للقرآن الكريم اللهم تقبل منا واغفر لنا خطايانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.